السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الحنان بحكي معكم من القدس. أعزائي المشاهدين، إحنا اليوم بدنا نحكي عن سيدنا نوح. ليش؟ لأنه بكرة في الكنيس رح نقرأ الجزء في التوراة اللي يتعلق في سيدنا نوح. سيدنا نوح أو نوح في التوراة مذكور 28 مرة في القرآن الكريم في 28 سورة. فشخصية نوح مبهومة بعض الشيء في القرآن، يعني إحنا بنقرأ كثير عن المناقشة أو الجدال بين نوح وبين جيله، بين أبناء بلده، ولكن لا نعلم الكثير عن القصة، يعني قصة الطوفان اللي مذكورة بتفصيل بالتوراة. فحبيت اليوم أحكي عن شخصية نوح في التوراة، ولكن خلينا نبدأ باللي حصل بعد الطوفان في الآيات الأخيرة من الإصحاح التاسع في سفر التكوين. الإصحاح التاسع آية 12، وقال الله: هذه علامة العهد الذي أنا جاعله بيني وبينكم وبين كل ذي نفس حية معكم مدى الأجيال للأبد. تلك قوسي جعلتها في الغمام فتكون علامة عهدي بيني وبين الأرض، ويكون أنه غيمت على الأرض وظهرت القوس في الغمام. ذكرت عهدي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون المياه بعد اليوم طوفانا لتهلك كل ذي جسد، وتكون القوس في الغمام، حتى إذا رأيتها ذكرت العهد الأبدي بين الله وكل نفس حية من كل ذي جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة العهد الذي أقمته بيني وبين كل ذي جسد على الأرض. موضوع العهد هذا موضوع مهم جدا بعد الطوفان. نوح يدخل السفينة، يبقى فيها مع عائلته، مع أقربائه، مع كل الحيوانات الطاهرة والنجسة حسب ما هو مكتوب في التوراة. وبعد خروجه من السفينة هناك عالم جديد. العالم اختلف، تغير. نوح وأبناء عائلته هم الوحيدين الموجودين في العالم، في الكون. فبالتالي نوح يخشى من المستقبل، لا يعلم ماذا يحدث، هل يبيد الله العالم والبشرية من جديد. فهناك حاجة لهذا العهد، والعهد كما هو مذكور في التوراة يأتي في شكل غيمة فيها قوس، مثل ما نعلم بعد المطر هناك غيوم، وهناك قوس يأتي مع طلوع الشمس، مع ظهور الشمس. فهناك دعاء خاص في اليهودية كل ما نرى قوس في السماء، ترجمت لكم إياه: تبارك الله ملكنا ملك العالم ذاكر العهد والمخلص في عهده وفيما قاله. يعني نحن نذكر العهد ونذكر تلك الحادثة أو ذلك الطوفان كل ما نرى قوسا في السماء. هذا شيء مهم جدا، يعني أن نذكر أنه في فوقنا الله، في عهد دائم بين الله وبين البشرية، وهذا شيء نذكره دائما. هناك تفسير حلو جدا حبيت أحكي لكم إياه للحاخام البولندي موردخاي يوسف لاينر ابن القرن التاسع عشر أو الجزء الأول من القرن التاسع عشر، ويقول، يعني هذا تفسير روحي، يقول إنه الغيمة ترمز إلى عدم الاستقرار أو الشك أو الخوف في حياتنا. في نفس الوقت القوس اللي نراه في السماء بعدين، يعني هو حلو أكيد، بس غير إنه حلو كمان يرمز إلى الأمن والاستقرار
والثقة، الثقة بالعهد بيننا وبين الله. ليش؟ لأنه زي ما نعلم إحنا أو المقاتلون يستخدمون القوس في القتال، وهذا القوس في السماء يرمز إلى الثقة وإلى إلى الأمان. فكل ما نرى القوس في السماء هذا يذكرنا بالعهد وبوعد الله أن لا يخرب البشرية ولا يدمر العالم من جديد. ولكن علينا المسؤولية طبعا أن نحفظ على هذا العالم وأن يعني نوفي بطرفنا أيضا من العهد، ونقوم بكل الواجبات اللي علينا الأخلاقية والدينية. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم، ودمتم دائما في أمان الله.